Inouï Days, l'événement incontournable qui célèbre l'innovation et la start-up. تيقوا في القدرات ديالكم. كاينه واحد الفكره، حاول انك تبدا فيها، ماشي تبقى غير ديما كتقول كيفاش غندير ليها، ولا بدا ديما غير كتحلم وداكشي. نوض طبق. قصه نجاح. السلام عليكم، شرف زغنان، 32 سنه، مدينه الدار البيضاء. تكلم لينا على المشروع ديالك. اوكيو هي واحد الماركت بليس كيتباعوا وكيتشراو فيها المنتوجات عن طريق الفيديوهات القصيره، اللي كتعاون البائعين انهم يصوبوا واحد المتجر احترافي بطريقه سهله. في الناحيه الاخرى انه المشترين يمكن لهم يشوفوا كاع المنتوجات والخصائص ديال المنتوج قبل، يشوفوا كاع المميزات والخصائص ديال المنتوج قبل ما يديروا لاك داشا، الحاجه اللي كتخليهم انهم يكونوا مقتنعين اكثر. شكون عاونك في مشروعك؟ المشروع حنا كاينين فيه دابا 4 ديال الناس، واحد الفريق المتكامل. كاين اللي متخصص بالديفلوبمون، كاين اللي متخصص بالماركتينغ، كاين اللي متخصص بانه التواصل مع البائعين ومع المشترين، وانا متخصص بالتطوير ديال المنتوج ديال المشروع بالخاصيات ديالو كامله. شنو استفدتي من مبادره انوي دايز؟ اول حاجه كنشكروا انوي بزاف على هذه المبادره هذه، حيت الصراحه اللي كتسلط الضوء على المجهودات وعلى التمارين اللي كيديروها الشباب المغاربه في مقاولات الناشئه. يعني الحمد لله كما شفنا دابا، يعني المقاولات الناشئه ب 12 بهم اللي كانوا كلهم يعني في المستوى، وجايبين حلول اللي مبتكره وكتحل المشاكل، ويقدروا المغاربه كاملين يستعملوهم. يعني في العوض بحال مثلا يبقاو يقلبوا على شي حاجه اللي جايه من برا، شي حاجه بحال هكذا، يستعملوا المنتوج الوطني اللي كيحل لهم مشاكل، ويقدر ينافس ماشي غير في المغرب، ينافس حتى في المحافل الدوليه. يعني خص غير المغاربه يثقوا بالمجهودات ديال المغاربه بحالهم ويستعملوا المنتوجات ديالهم. شنو كيعني لك الفوز بجائزه انوي دايز؟ هذه الجائزه الصراحه يعني مزيانه حتى العمل اللي كنديروا، وتحفيز وكتبين لنا على داكشي اللي كنديروا، خصنا غير نزيدوا نعطيو فيه اكثر ونحاولوا نوصلوا، وان شاء الله راه كاين الخير قدام. كلمه للشباب المقاول. ثقوا في القدرات ديالكم. كاينه واحد الفكره، حاول انك تبدا فيها، ماشي تبقى غير ديما كتقول كيفاش غندير ليها، ولا بدا ديما غير كتحلم وداكشي. نوض طبق، دير اسباب ديال العمل، والتوفيق كيجي من عند الله سبحانه وتعالى. وبنادم مهم الى عنده واحد الفكره ولا عنده واحد الحلم يحولوا الفكره، وديك الفكره غتولي مشروع، وهي غادا حتى كيكبر داكشي بالتوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. رساله لانوي. كنشكروا انوي بزاف على المجهودات ديالها، يعني كما كنشوفوا دابا انها كتحاول تشجع الشباب، ماشي غير بهذه المبادره هذه، بزاف ديال المبادرات الاخرين اللي كنشوفوهم، وكنشوفوا حتى دابا بلا تيماتيك اللي كانت ديال الرياضه، وكانت يعني كتشجع المقاولات الناشئه في كاع المجالات. Days, l'événement incontournable qui célèbre l'innovation et la start-up. Rejoignez-nous pour explorer les perspectives sans frontières sur innov.inui.ma.